الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم 90 دقيقه. كلنا تابعنا النهارده عوده بعض الاسر المسيحيه اللي كان تم ترحيلها من بيوتها بالقوه، وشفنا محافظ شمال سيناء وهو بيتعهد بحمايته، وسمعنا الانبا بخوميوس القائم مقام وهو بيشكر الرئيس مرسي على الموقف الحازم والتحرك السريع اللي كان السبب في منع فتنه جديده في مصر. لكن الحقيقه انا رايي ان ده مش كفايه، مش معناه اختفاء شبح التهديدات اللي تتعرض لها سيناء. وانا شخصيا بقول وبكرر تاني ولمره مليون، سيناء في خطر، وهناك مخاوف حقيقيه تستدعي ان الحكومه كلها لازم تعلن حاله الطوارئ وتدق ناقوس الخطر وتستنفر كل اجهزتها الامنيه والتنمويه والشعبيه لمنع تكرار الحوادث المخيفه والاعتداءات الاجراميه اللي بتحصل هناك في وضح النهار. والنهارده احنا قابلنا السيد نائب رئيس الجمهوريه المستشار محمود مكي اللي اكد لرؤساء تحرير الصحف المصريه ان هناك اهتمام غير عادي بسيناء، وانه شخصيا شعر بالحزن والصدمه لترحيل الاسر المسيحيه من بيوتها، وقال انه مش مصدق ان هناك اسر مصريه تعيش تحت حراسه مدرعات الجيش، وان اللي حصل لهم هو عار وفضيحه بكل المقاييس. اتصور زي ما قلت ان ملف سيناء يجب ان يكون موضوعا على مكتب كل مسؤول في مصر، الى ان يعود الاستقرار لربحها، تتحول سيناء الى قنبله ملغومه، تتحول من قنبله ملغومه الى ارض للتنميه والنهضه الحقيقيه. ورغم ان سيناء تعتبر هي الجرح اللي بيوجع مصر كلها، الا ان اوجاع المصريين في مختلف المواقع من الجامعات الى المدارس الى ازمات الطاقه الى اضرابات الاطباء ما زالت تنتظر علاج حاسم وتحرك حكومي عاجل لوقف موجه الاحتقان. ربنا يحفظ مصر ويحميها من كل سوء. نبدا باول اخبارنا النهارده. النهارده بدا اضراب جزئي الاطباء في كل المحافظات، وقال مجلس نقابه الاطباء ان الاضراب نجح بنسبه 70% في مختلف المحافظات الجمهوريه، وان اداره الصحه النفسيه هي الوحيده اللي خرقت قرار الاضراب، واكدت النقابه انها لن تسمح باضرار اي طبيب، وانها سوف يتم التعامل مع مختلف الحالات الحرجه داخل استقبال المستشفيات. اما وزاره الصحه فاكدت ان العمل مستمر في المستشفيات والمؤسسات الطبيه، خصوصا بعد ان اعلنت نقابات الصيادله والاسنان والتمريض والعلاج الطبيعي تعليق الاضراب. نشوف التقرير ونرجع تاني. إضراب جزئي للأطباء بدأ اليوم مستثنيا أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدات الكلى والعناية المركزة وكل ما يتعلق بالحالات الحرجة. إضراب الأطباء من أجل المرضى طبعا، ولازم يطبق على التمريض في الأول، ويطبق على الدكاترة، ويطبق على يعني لازم يطبق على كل الناس اللي شغالة في المهنة. أهم حاجة المريض فوق كل اعتبار، واخد بال حضرتك؟ احنا جايين لخدمه المريض، مش لخدمه مش لمصالحنا بس الشخصيه، لا، خدمه المريض. بس خدمه المريض سيئه جدا في مصر. ليه؟ لان النظام الصحي فاسد، لان الاستشاري ما بياخدش حقه، الاخصائي ما بياخدش حقه، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي ما بيخدمش المرضى. ليه؟ بيجري من المستشفى دي على المستشفى دي على المستشفى دي عشان يجيب رزق عياله بس فقط لا غير، يعيش مستور، وده سيء جدا للاسف الشديد. انا ضد الاضراب في الوقت الحالي، الا في حاله ما دام الدولة فيها ما فيش سيولة مالية أو حاجة، ماشي، إحنا ممكن ناخد وعود 100% إن إحنا الكادر هيتنفذ بيرضي الله على جميع الأطباء، بس في جدول زمني محدد يتعمل. إحنا بنشوف الحالات الحرجة أصلاً، والحالات اللي هي المفروض يكشف عليها بيتكشف، ما فيش إضراب بالنسبة لهم، يعني بنعمل لهم اللازم. عدد من المرضى اضطروا للانتظار من أجل متابعة حالاتهم مع طبيب بديل لطبيبهم المشارك في الإضراب. أنا انتظرت كتير بسبب إن في إضراب غصب عن الدكتور، لأن الضغط عليه هو على الجراح. وفي بديل، دكتور بديل، دكتور عاطف مش موجود. بيقولوا في دكتور بديل، يعني دكتور جراح. وفي دار الحكمة مقر نقابة الأطباء خصصت غرفة لمتابعة الإضراب الجزئي في مستشفيات مصر بمحافظاتها كافة. احنا واقفين في احدى غرف نقابة العمل الأطباء اللي هي دلوقتي تعتبر غرفة عمليات لتلقي الأخبار ومحاولة مواجهة المشاكل اللي بيقابلها الأطباء في أول يوم إضراب. الحمد لله احنا كنا عندنا قلق شديد من محاولات الوقيعة بين الأطباء والمرضى، أو محاولات تسليط المرضى علينا بالبلدي. الحمد لله إن ما حصلش مشاكل، الاستجابة للإضراب عالية جدا والحمد لله. لسه احنا ما عندناش كشوف الجرد النهائي، لكن الأغلبية الساحقة مستشفيات بورسعيد، أنا، سوهاج، اسكندرية، البحيرة، السويس، ايه كمان جالنا لحد دلوقتي المنصورة الغربية،
نسبة عالية جدا، في بيقولوا 90%، في بيقولوا 100%، بس ما عنديش رصدة. الإضراب ده من أجل المرضى ومن أجل الأطباء، طبعا مش أجل المرضى وحدهم، احنا بشر مش ملايكة، مش شياطين بس مش ملايكة، عايزين منظومة صحية نعرف نشتغل فيها في مكان محترم، ماشي، نعرف نقدم فيها خدمة نشكر عليها، مش تبقى بشتغل وبتشتم وبضرب، ماشي، ونعرف نعيش بشكل كريم. أصحاب المعاطف البيضاء في إضراب جزئي راعى الحالات الحرجة والطوارئ، مطالبين بإصلاح منظومة الصحة في مصر. إيمان التوني، 90 دقيقة، قناة المحور. معانا على التليفون معالي الدكتور الوزير مصطفى محمد مصطفى حامد وزير الصحة. سيادة الوزير مساء الخير يا فندم. سيادة الوزير، تقييمك ايه يا فندم للإضراب النهاردة يا فندم؟ والله حضرتك انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا طبعا بقول دايما زي ما قلت لحضرتك قبل كده في اكثر مره، ايوه، ان احنا حكومه جديده جايه من شهرين فقط، لابد عدم تحملها مآسي سنوات طويله عانى منها المواطن المصري، ولكن لابد ان الاطباء والمواطنين بصفه عامه يضعوا ايديهم في ايدي الحكومه للخروج من المأزق. الحكومه لا تعاند او تعارض الكلام اللي الناس بتقوله ان في مشكله في المستشفيات وفي مشكله في المرتبات. احنا بنعترف بوجود هذه المشاكل، ومن اجل ذلك اقامت الثوره. يعني لم تقم الثوره من اجل احنا دلوقتي لا نعترض على ما يقوله الاخرون في ان في مشكله في المرتبات وفي مشكله في البنيه التحتيه للمستشفيات. على عكس يا فندم، احنا دايما بنقول ان احنا عندنا مشكله، لكن هل حل المشكله ان احنا نتوقف عن العمل؟ ده السؤال اللي انا بساله لكل طبيب زميل ليا، هل المشكلة حلها أن نتوقف عن العمل، أم الحل أن أنا أوصل طلباتي بقوة إلى الجهة المسؤولة عن التنفيذ وأتأكد أن الجهة دي قد وصل إليها الطلب؟ أنا بأؤكد أكثر من مرة أن أنا منذ أن كلفت بعملي كوزير صحة وأنا بهتم بموضوع الأطباء اهتمام خاص، باهتمامي طبعا بالمريض، لكن أنا يعني عملنا حاجات كثيرة جدا في الشهرين دول لم تكن على الإطلاق على بال أي حد من الحكومات السابقة. إحنا استجبنا مباشرة لموضوع تأمين المستشفيات في أكثر من دقة وأكثر من، وآخر حاجة كان التلفزيون المصري نقل أول امبارح حضرتك اجتماعنا مع إدارة الأطباء، إدارة تأمين المستشفيات اللي تابعة محافظة القاهرة، بس اللي هي أكدت لنا إنها هتقوم بتأمين كل المجال في القاهرة. إحنا بنتكلم على الطلبات حتى اللي الدكاترة طلبوها. إحنا أنا أول وزير صحة بأؤكد مرة ثانية إن أول وزير صحة خد موضوع كادر الأطباء ده بجدية. الناس لو رجعت للتاريخ القديم هتجد ان في سنة 2005 كان البيان الجمهوري بيقول في كادر اطباء، حد سأل في الاطباء من 2005 لغاية النهاردة؟ انا اول وزير صحة جه عملت لجنة علشان انظم الكادر ده، ويبقى الكادر ده موجود لكل العاملين في مجال الصحة ويبقى يقدم بصفة جيدة. احنا قلنا في اكثر من مرة يا فندم ان كادر الاطباء ده في لجنة مكونة من جميع النقابات، من جميع النقابات المهنية، علشان تدرس الحقوق والواجبات اللي على المجموعات. وقلنا ان هي هتقدم الى الجهات الاعلى مننا لاعتمادها في شهر ديسمبر، سواء كانت اداريه او فنيه. والسيد رئيس الجمهوريه مشكورا جلس مع النقابات كلها يوم السبت قبل الماضي واكد صحه المعلومات اللي انا بقولها. انا لا ادري لماذا نصر على ازاء انفسنا. انا قلت 100 مره يا فندم ان الاضراب لابد ان يكون ينفع ولا يضر. انا الاضراب ممكن ان ينفعني، ممكن ان يضرني، ممكن ان يضر غيري. إذا كان الإضراب ده ممكن يضر غيري فلماذا أقوم به؟ وإذا كان يضرني فلماذا أقوم به؟ أنا لست أمنع الإضراب، أنا حتى ما خدتش أي إجراء ضد أي طبيب أو أي حد قام بالإضراب، لأن أنا من المقتنع أن من حق أي إنسان أن هو يعبر عن نفسه بطريقة جيدة شرعية لا تؤثر على حريات الآخرين. وعشان كده ما خدناش أي إجراء ضد أي حد عمل الإضراب. ولا تعاملنا مع نقابه الاطباء، ولا اعترضنا على الجمعيه العموميه، وانا من ساعه الجمعيه ما طلعت ما قلتش ولا كلمه، قلت على العكس، قلت انا متاكد ان الاطباء لن يقوموا باي عمل يضر في مصلحه المواطنين، وده فعلا اللي عملوه النهارده. ان النهارده ما عنديش ولا عيان تقريبا، ما جانيش شكوى، ولا العيانين ما فيش شكوى، مش كان الاطباء مشكورين يكشف عليهم في العياده الخارجيه في الاستقبال في معظم الاماكن اللي هي تم غلق فيها العيادات الخارجيه اللي هي تمثل حوالي 33% بس من معدل المستشفيات. لكن انا بقول الاطباء اللي هم ما استجابوش للاضراب، انا بقوسني على عملهم لانهم فضلوا مصلحه الوطن ومصلحه المدعى مصلحتهم. شايف سيادتك الاضراب نجح بنسبه كام في الميه النهارده يا سياده الوزير؟ انا الارقام اللي عندي يا فندم ان هو في عيادات اتقفلت بالكامل،
35% هي 33.8 يعني، لكن انا بعتبرها 35% بالتقريب اعلى حتى من النسبه الموجوده قدامي في جميع المستشفيات التابعه لوزاره الصحه. ده تم غلق المستشفيات بالكامل، ولكن تم علاج المرضى في نفس المستشفيات ديت في العيادات اللي في الطوارئ. لكن احنا بنقول الرساله وصلت يا جماعه، يعني يكفينا ان احنا نتاكد ان الرساله وصلت. لابد ان نتعاون، ليس لابد، لا يمكن ان تصلح المستشفيات ان احنا نتوقف فيها عن العمل. انا مش شايف ان ده الطريقه للاصلاح على الاطلاق. هل في اي اضرار وقعت نتيجه اضراب الاطباء النهارده؟ انا عندي يا فندم ما حصلش ولا 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 اضرار واحد. ده لغايه دلوقتي نعتبره ان هو اضراب حضاري قام به اطباء مصر مختلفين عن كل الناس، ان هم عملوا اضراب جزئي وضعوا فيه وجهه نظرهم بدون ان يكونوا ان يضروا باحد، واحييهم على ذلك. ولكن بطلب منهم ان هم يبتدوا من غدا ان يعودوا لاعمالهم واعمالهم ويفتحوا عياداتهم للمرضى، لان المرضى ما لهمش ذنب. صحيح. سيادة الوزير دكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، شكرا جزيلا لحضرتك. خارج القاهرة كانت معنا الدكتور فتحي عزيز، عضو مؤسس ائتلاف اطباء مصر. مساء الخير دكتور فتحي. مساء النور يا استاذ. ايه اللي حصل في اضراب النهارده يا فندم؟ والله يا فندم اضراب الاطباء احنا بالنادي من بعد الثوره على طول في منظومه الصحه كلها في مصر. واحنا قبل كده عملنا ثلاث اضرابات رمزيه اطباء، اولا في مايو، ثانيا في سبتمبر، وده ثالث اضراب في بعد الثوره في مصر. كل اللي حابين نقوله احنا الاطباء ان احنا بنوصل رساله للمسؤولين في البلد. اهم حاجه مقومات البلد هو الصحه والتعليم. ما ينفعش اي بلد تقوم وتحصل النهضه الا اذا كان فيها صحه كويسه للمواطنين وتعليم كويس. ما ينفعش ان انا دلوقتي العيان يجي لي عشان يكشف عندي اقول له لا اطلع هات لي حاجه، اطلع هات لي ايه من بره، اطلع هات لي الادويه دي من بره، اطلع هات لي الحاجات دي من بره. ما ينفعش بعد الثورة أشوف عيان بيموت قدامي واستمر في التخاذل بتاعي إن أنا ما بطالبش بحد المريض ده عشان خاطر أريح ضميره قدام ربنا. لو حضرتك تعرف مطالب الإضراب، مطالب الأطباء في الإضراب ده، هتعرف إن مصلحة المريض في الإضراب قبل ما تكون مصلحة الطبيب. يعني اولا افضل حاجه في المطالب بتاعت الاطباء هي زياده منظم الصحه 15%، ودي مش حاجه جديده، ده اتفاقيه الدوله موقعه ليها اسمها اتفاقيه ابوجا، تقتضي بان زياده منظم الصحه 15% بالتدريج. اولا لما وزنه الصحه بتزيد ده هيصب اولا على المريض وليس على الطبيب، لان هو المريض لما الموازنه بتزيد 15% اذا المستلزمات وكل الحاجات المطلوبه في المستشفيات بتتوفر، فبنقدر نقدم خدمه طبيه افضل للمريض. ثانيا دكتور الاضراب هيستمر لغايه امتى؟ يا فندم الاضراب جزئي مفتوح، وزي ما انا سمعت سياده الوزير كان معاك على المداخله دلوقتي، زي ما سياده الوزير بيقول انه لم يضار مريض واحد النهارده في اضراب الاطباء. نحن نؤكد للمريض اننا سنستمر في اضراب جزئي مفتوح لحين تحقيق المطالب بنفس كيفيه، او انه لن يضار طبيب، او انه لن يضار مريض واحد باضراب الاطباء. فكره الاضراب بس يعني هو الاضراب هو قائم على قفل الاعداد الخارجيه. ان هو ورقه ضغط على الدوله بقفل حنفيه الفلوس اللي بتدخل لهم من العيادات الخارجيه. احنا كده كده بنعالج يعني المريض لما بيجي لنا بنعالجه في الاستقبال عادي، هو الفكره ان احنا بنقفل حنفيه الفلوس كوسيله للضغط على الدوله انها تحقق مطالب المريض قبل ما تكون مطالب الطبيب. شكرا جزيلا دكتور فتحي عزيز، عضو مؤسسه ائتلاف اطباء مصر. خارج القاهره كانت المستشفيات مفتوحه لاستقبال المرضى، ولم يشارك في الاضراب إلا عدد قليل من الأطباء العاملين في المستشفيات. نشوف التقرير من الدقهلية والقليوبية ونرجع تاني. العيادات مغلقة لحين تحسين الخدمة الطبية وتحقيق المطالب، عبارة واجهها كل من جاء إلى العيادات الخارجية مع اليوم الأول لإضراب الأطباء العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، من بينها مستشفى الأطفال التخصصي ببنها. كاميرا 90 دقيقة جاءت إلى هنا لزيارة المستشفى ومعرفة الأوضاع مع أول يوم للإضراب. إحنا طبعا مستشفى الأطفال عاملة إضراب جزئي
في العيادات الخارجية فقط، الحالات الطارئة بس اللي بنكشف عليها، العمليات شغالة، الأشعاعات شغالة، الأقسام اللي هي الخدمية كلها شغالة. ومطلوب موافقة إن الرسالة توصل للسيد وزير الصحة، السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهورية، إن الأطباء مش الهدف منهم، وبنوصل الكلام ده للناس أولاً، الأطباء مش هدفهم هو الإضرار بالناس ولا إضرار بالجمهور، هو رسالتهم توصل، ومش عايزين نخش في حاجات ملهاش لازمة ونقعد نقول إشمعنى وإشمعنى وإشمعنى التدريس وإشمعنى مش عارف إيه وإشمعنى مستشفيات الجيش والشرطة وإشمعنى كذا، لا، المريض في مصر هو واحد. الوضع لم يختلف كثيراً في مستشفى زفت العام بمحافظة الغربية، الإضراب هناك جزئياً أيضاً. فبعض الأطباء استقبل الحالات الطارئة في حين ظلت بعض العيادات خارج الخدمة. دلوقتي العيادات الخارجية طبعا ما فيش صرف دلوقتي أدوية للعيادة الخارجية، وجمهور برضك الحتة ديت يعني مزعلاه، وزي ما حضرتك شفتي مثلا بعض الجمهور بيطالب بحاجة زي كده، مش في إيدنا بقى المعاملة عمامة، وأنا ما أقدرش إن أنا أخرج عن القاعدة بالنسبة للأطباء. أنا حضرتك أخصائي عناية مركزة وقلب، فحضرتك انا قمت بعملي في العنايه المركزه فوق وبشارك زمايلي في الاضراب تحت، لكن انا اي حاله طوارئ فوق بتعامل معاها. من ضمن اسباب الاضراب وضع المستشفى في زفته بالذات، في وضع الكادر موجود، وضع الموازنه موجود، وضع المستشفى كمستشفى ما بتسعيش المريض ولا بتسعى الطبيب. بيقولوا لي ما فيش تذاكر، عاملين اضراب، الدكتوره بتاعت الحميات بتكشف، لا ده احنا عاملين اضراب. واجي اروح الحميات يقولوا لي احنا ما بناخدش 7 شهور، احنا بناخد سنه، طب اعمل ايه في بنت اللي هتموت على دراعي دي وما فيش حد راضي يعبرنا. الاطباء مضربون والمرضى يشكون، وكل يغني على ليلاه، الاطباء يريدون حقهم في الكادر وتامين المستشفيات، والمرضى يريدون حقهم في العلاج. حال نضاه على مكتب المسؤولين، ولكن معه سؤال، الى متى سيستمر هذا الوضع؟ نيفين سليم، 90 دقيقة، قناة المحور. شكرا نيفين. معنا على التليفون دكتور سعد زغلول عضو مجلس نقابة الأطباء. مساء الخير دكتور سعد. مساء الخير، معاك دكتور سعد زغلول العشماوي نقيب أطباء. مين يا فندم؟ دكتور سعد زغلول العشماوي نقيب أطباء. اهلا دكتور، اهلا وسهلا يا فندم. اولا يعني الأطباء يشكون والمرضى يشكون، شايف الوضع ازاي يا دكتور؟ سمعت بكل المداخلات اللي حضرتك قلتها دلوقتي مع الزملاء، وواضح ان كل زملاء الاطباء عندهم برضه صحه المريض. وهذا الضوء يعني كان ليك نقابه اطباء الحقيقه عشان توصل للرئاسه وللمسؤولين ان الاطباء صبروا الحقيقه على مدى عقود كثيره من عهد الحزب، وما فيش بوادر يعني ايه ايجابيه قوي. فاحنا طبعا مش عاوزين نكون سبب ان المرضى يعني يعانوا زي ما حد شفته، خصوصا ان احنا جالنا يعني ريبورتس كده النهارده الصبح ان في مثلا امهات راحت مع بعض اولادهم عندهم حصه عاليه ومتاخرين عندهم شخص بغني ان دكتور سعد معانا؟ الخط اتقطع، تعالوا دلوقتي نشوف نشره احوال مصر ونرجع تاني. الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة نفى ما تردد حول إقامة سوق حرة بين مصر وغزة، مؤكدا أن قضية فتح المعابر مع غزة لا تتعارض مع القانون. طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية بالقاهرة الجديدة عاودوا التظاهر أمام وزارة التعليم العالي بعد محاولتهم اقتحام الوزارة وإلقائهم الطوب والحجارة على رجال الشرطة الذين أطلقوا المياه من سيارات إطفاء الحريق لتفريق المتظاهرين. الدكتور سعد الكفتني الرئيس السابق لمجلس الشعب سحب أوراق ترشحه لرئاسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى على منصب رئيس الحزب في المؤتمر العام يوم 19 من أكتوبر. الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أجلت نظر الطعن ضد المجلس العسكري لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته لجلسة 3 من ديسمبر للإعلان والرد. اللواء عادل كساب مدير إدارة الأزمات بجنوب سيناء أكد أنه تم إغلاق طريق وادي وتير النقب الذي يشهد سقوط أمطار غزيرة وسيول منذ مساء أمس، كما تم فتح مجاري السيول لتسيير المياه فيها.
المستشار علاء عبد العزيز القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق تلقى إخطارا باحتجاز 8 مصريين إثر إلقاء القبض عليهم لدخولهم إلى سوريا بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع الأردن وجاري التجهيز لترحيلهم. مؤشرات البورصة شهدت تراجعا حادا بسبب عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب، وذلك رغم وجود عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، حيث خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة اليوم الاثنين 10.34 مليار جنيه. محكمة جنايات الجيزة قررت تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة اللواء حبيب العدل وزير الداخلية الأسبق ولواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد بالمعاش قائد حرس وزير الداخلية الأسبق في قضية السخرة لجلسة 3 نوفمبر. دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أجلت الطعن الخاصة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية ل19 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة أعلنوا فض اعتصامهم واستئناف العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة. اجتمعنا عدة مرات مع الجامعة ومع الستودنتس مع رئيسة الجامعة دكتور ليزا أندرسون وحاولنا أننا نوفق الأطراف في حل، يعني نركز على الكواليتي وعلى السيرفيس وعلى الحاجات اللي أصلا عاملة المشكلة مع الولاد ونوصل لحل في موضوع الفاينانشال ده. عدة اجتماعات والولاد زي ما قلت لك ان هم كانوا موضوعيين وابتدوا يقعدوا ويتفاهموا ويتكلموا، وهم طبعا هدفهم مش ان هم يعملوا يعني القصة دي كلها ان هم يقفلوا الجامعة، لا يعني هم هدفهم ان هم يوصلوا للأحسن وفعلا الحمد لله يعني مرحلة وعديناها الحمد لله. شايف ان هي مجرد اتفاقية بتدشن بداية الحركة الطلابية، مرحلة جديدة من مراحل الحركة الطلابية في الجامعة الأمريكية. أنا شايف إن إحنا ما ينفعش أبدا إن إحنا نخبط، إن إحنا كل مطالبنا ما حققناهاش، دي مجرد بداية. نفس الوقت ما ينفعش أبدا نحتفل بإن إحنا انتصرنا، ده مش انتصار، دي مجرد بداية. إحنا انتصرنا في حاجة واحدة، إحنا نوصل صوتنا للإدارة ولإن إحنا نوصل لبقية أفراد المجتمع في الجامعة الأمريكية إن تجاهل المشكلة عمره ما يكون أبدا الحل. عدد من عمال المصرية للاتصالات المفصولين تظاهروا اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعودتهم للعمل. موظف مفصول من الشركة المصرية للاتصالات من سنة 2004 ورفعت دعوة قضائية وكسبتها في 2007 ولغاية دلوقتي مش عارف أنفذ. مع العلم حضرتك إن إحنا مفيش واحد فينا من المفصولين لا مفصول في قضية مخلة بالشرف ولا في سرقة ولا في أي حاجة، كلنا مفصولين قرارات من مجلس تأديب، قرارات تعسفية. يا دكتور مرسي احنا عيالنا مش لاقيين ناكله. كما تظاهر عدد من عمال غاز مصر في الصعيد للمطالبة بحقوقهم. احنا كنا شغالين في شركة غاز مصر لمدة 3 سنين، نزل قرار بعد سنة ونص من اشتغلنا بعد الثورة ان اذا اللي تتم سنة يتعمل له عقد واللي تم سنتين يتثبت، لكن الكلام ده حصل على جميع افراد جمهورية مصر العربية الا صعيد مصر ناجي حمادي واسوان. كنا شغالين في شركة غاز مصر تمام وفصلونا عشان جينا بنطالب بحقنا، هو اللي طالب بحقه يتفصل مطالب التثبيت واجر العمل ما مسحوب مني من 30/6 لحد الان ما فيش قرش دخل من الشركه في جيبي. لما جينا رجعنا للست المحافظ راح برضو قال لنا فضوا الاعتصام وانا هديكم حل. لما جينا رجعنا له تاني قال لنا لا انتم ما عنديش اي حل، عايزين تروح تعتصموا روح اعتصموا قدام رئاسه مجلس الوزراء. للتعليق على أحداث رفح وحالة الهدوء التي يعني سادت اليوم في رفح بعد عودة عدد من الأسر القبطية لمنازلهم في رفح، وهناك أسر أخرى لم تعود حتى الآن، ومحافظ شمال سيناء وعد بعودة جميع الأسر وتحقيق الأمن التام بحلول يوم الخميس القادم. معنا على التليفون ولأول مرة نيافة الأنبا بخميس القائم مقام البابا، اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بسيادتك. وشاكرين هذه الاطلاله الاعلاميه معنا لاول مره يا فندم، شاكرين جدا طبعا. أهلاً شكرا, شكراً جزيلا يا فندم. اولا يعني اسمح لي اسال نيابتك يا فندم اخر تطورات ازمه الاسر القبطيه في رفح يا فندم. هو لغايه امبارح بالليل المعلومات اللي احنا على معرفه بها من نيابه انبا وزمان انه الاسر رجعت الى ما الى رفح، بس طبعا كل واحد قفل على نفسه في بيته في شيء من الخوف وعدم الاطمئنان، فكان بيوصوا ان يبقى في
يعني ملاحظات أمنية سواء في أماكن عملهم أو في المدارس عشان الأولاد أو في البيوت. فمن ناحيتنا إحنا نيافة أنباء وزمان بيتابع العائلات كل يوم، وإن شاء الله حيرسل الكاهن يوم الأربع علشان يقيم الصلاة في مناسبة الصوم اللي إحنا عاملينها في الكنيسة، حينظفوا جزء من الكنيسة على أمل أن الكنيسة ترمم سريعا. وجود الكاهن في المدينة وسط الشعب ده يدي شيء مضمون لهم، وأعتقد أنه ده حيجيب نتيجة كبيرة. إحنا طبعا نعم. ألو أي فندم تفضل. إحنا طبعا بنحب أن أولادنا يستقلوا في كل واحد في أماكن عمله ومصدر رزقه، وده منهج الكنيسة. وطبعا احنا محبة الاقباط لمصر دي محبة مش بس من منطلق انسان يعيش في مكان، لكن انتمائنا المصري ده مرتبط بايماننا المسيحي. علشان كده احنا دايما بنشجع ولادنا ان هم يثبتوا على الوجود في مصر. عملية ترك مصر ده امر غير محبوب لدينا، احنا مصر وطن بنحبه و بنسعى ان احنا نستقر، يعني كل ولدنا يستقر. هل يا فندم الامر يحتاج انه تفضل تفضل يا فندم تفضل تفضل. هل يا فندم الاسر الموجوده هناك يعني اطمئنت الان؟ حضرتك مطمئن عليهم تماما ولا لسه في بعض يعني انا بالنسبه لي اي مشاكل امنيه تطاردهم؟ يعني هم حاسين بعدم الامان، يعني وصارحك ان هم حاسين بعدم الامان. فالوجود الامني صعيد حاجه كويسه. هم بيقولوا دلوقتي طب النهارده المدرعات موجوده ودرجه الضروره، هل هيفضل الحال على ما هو على كده طوال؟ فلازم يكون في حل جذري، يعني حل شعبي. طبعا هم قالوا لي ان في كثير من اخواتنا المسلمين متعاطفين مع اولادنا الاباط ومش راضيين على الوضع، لكن العناصر يعني غير ملتزمه بتقوم ببعض التحديات الغير لائقه اللي ما تخليش الانسان يحس بالامان. فاحنا يهمنا ان الاجهزه تؤكد امن المواطن المسيحي في كل مكان يسمع فيه. وده هو هيعالج مشاكل كثيره، مشاكل دينيه واجتماعيه وسياسيه وقوميه، يعني هيحل مشكلات كثيره. في تقدير نيافتك يا فندم، يعني الحل الامثل لهذه الازمه يا فندم وعدم تكرارها مره اخرى ايه يا فندم؟ يعني فيما وقع في رفح. في صعيدين، الصعيد السياسي الامني والصعيد الشعبي. يعني الاعداد يعني المصالحه الاعداد الشعبيه والمصالحات الشعبيه والتوافق الشعبي ده يخلي الناس تعرض من بعض. في نفس الوقت الارتداد عن الامن الاهتمام الامني. وده امر مش بس في مصلحه الاباط، لمصلحه الوطن. النهارده الاجراء الامني لازم يكون واضح علشان الحدود بتاعتنا. صحيح. مش بس من عشان الاباط رفح، مش بس الحساسيه عشان وجود اباط رفح على الحدود بتاعتنا. لازم يكون في اجراء امني قوي جدا علشان نحافظ على سلامه الحدود بتاعتنا. نعم. طيب الحقيقه يمكن يعني نيافتك كنت تفضلت وقلت ان هناك عشرات من الاقباط يعني يطالب يعني الالاف يطالبون بالسفر الى الخارج يا فندم. احنا ككنيسه لا نشجع هذا الاتجاه. احنا دايما بنعلم، احنا عندنا نصوص في الكتاب المقدس، مبارك شعب مصر من مصر دعوته ابني يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر. السيد المسيح لما حب يجي لما آمن جاء لمصر، فاحنا مصر بالنسبه لنا وطن زي ما البابا شد علمنا وطن يعيش فينا يعني. فاحنا دايما بنعلم انتمائنا لمصر امر ضروري جدا. وطبعا سيادتك عارف ان كلمه قبطي يقصد بها مصر يعني. واينما يعني اولادنا في اي مكان يذهبوا اليه يدعون اقباط، حتى لو كانوا امريكان يدعون اقباط. لكن احنا من جانبنا بنشجع على الوجود وما بنشجعش كتير على الهجره. لكن طبعا ازاء الضغوط تلاحق كثيرين في دروب مختلفه بيضطروا ان هم يطلبوا الهجره يعني. ممكن يا فندم يعني سيادتك تفضل وتقول لنا بس نوع الضغوط اللي يعني تشعر بها حضرتك يمارس على الاخوه الاقباط في مصر يدفعهم الى التفكير في الهجره؟ هناك ضغوط دينيه. نعم. هناك ضغوط اقتصاديه.
هناك ضغوط أمنية، هناك ضغوط اجتماعية. يعني مثلا أنت ترضى لما يكون أسيس جاي يستنى يركب تاكس ما سواء يشوفه ما يركبوش؟ يعني أبسط الأمثلة. يعني دلوقتي شكاوى كتير بتجيني واحدة ست يبان أنها مسيحية نفس الطريقة والحاجة تاكس ما يركبهاش مثلا. ده أبسط، ده حاجة أبسط الأمور. شو ماذا يحدث في أروقة المدارس وأروقة المصالح الحكومية وأروقة المكاتب؟ وطبعا سيادتك أضرب اللي بيحصل. طبعا دي الحاجة تخلي الإنسان يعني يبقى عايش. ما احنا مصر دي، ما احنا بقالنا 14 قرن عايشين مع بعض. ايه اللي حصل السنين الأخيرة دي؟ من 20-30 سنة الأخيرة دول، 30-40 سنة الأخيرة دول، ايه اللي حصل؟ ده الموضوع لازم يدرس دراسة أمينة، وينبغي أن يكون هناك مصارحة، ينبغي أن لا نخفي الحقائق. احنا نقابل بعض المسؤولين وبترحاب لكن المشكلة فيها ليها جذور، لازم تدخل من جذور. النهاردة المسيحي لما يلاقي واحد يمسك الكتاب المقدس ويحرقه في الشارع والدولة ما عملتش حاجة، يحس بالأمان؟ بس أظن أحيل فن للمحاكمة، أظن يعني أحيل للمحاكمة في محاكمة، لكن يعني عايزين نشوف نتيجة المحاكمة إيه. لكن إحنا يعني إحنا لما لقينا في فيلم يسيء للإسلام إحنا ما سكتناش، أصدرنا البيانات وعملنا، أخذنا موقف قوي جدا صحيح رادع. أو أي حد من ولادنا يعمل حاجة زي كده إحنا يعني نؤاخذه. الأنبس الأبيض، نافذ الأنبس الأبيض من أفضل العناصر القبطية في الإكليروس القبطي، عمل مؤتمرات وعمل لقاءات واستنكر، وبالرغم من كده الجرايد تتكلم في حقه. ده حمر يؤلمنا جدا. نافذ الأنبس الأبيض من الرموز القبطية الحكيمة جدا، الواعية جدا، الوطنية جدا. فإحنا نحس أنه لازم يكون الحل حلول جذرية. يعني أنا بقول إنه مناهج التعليم تراجع، الإعلام يراجع، الخطاب الديني سواء في المسجد أو الكنيسة يراجع، العلاقات الأسرية تراجع. أنا بقول حل المشكلة في بلدنا أربع محاور: التعليم، الإعلام، الخطاب الديني، الأسرة المصرية. لو إحنا دخلنا في الموضوع بعمق عشان نحل المشكلة نقدر نحلها. كل مشكلة ليها حل، والدليل على كده إن إحنا عشنا في مصر زمن طويل جدا. يعني احنا النصف الاولاني من القرن العشرين كان ازهى عصور العلاقات المسيحية الاسلامية. صحيح. كان رئيس مجلس النواب مسيحي. صحيح. كان اعضاء مجلس النواب المسيحيين عدد كبير، وزارات سيادية كتير. النهاردة احنا عندنا نص وزارة في المجلس، تشكيل الوزارة الاخير. يعني ما تاخذنيش دي حاجة عاوزة توضيح. هذا الموضوع أثار الضيق يا فندم في داخل الكنيسة، يعني فكرة عدم اختيار غير طبعاً وزير واحد طبعاً فقط، هل ده أثار غضب الأقباط بصراحة؟ لا، ده الموضوع ده هو نزاع الأقباط خالص. ولا أقباط ما فهمش واحد يبقى وزير، ينفع وزير يعني؟ ما ده كمان اتجاه باين إن هو اتجاه غير محايد. ما إن يتاخد تشكيل زاد عدد الوزراء وقل عدد الوزراء المسيحيين، بقى وزير بحث علمي وزيرة أو ديت وزارة وزارة الدولة، يعني زي اسمها بنسميها نص وزارة. مثلا يجي رئيس هيئة الإحصاء يطلع إحصاءات مغلوطة، يعني يقول الأقباط مش عارف كم مليون. أنا بسألهم الأقباط قال يا فندم إن الأقباط تقريبا 5.5 مليون تقريبا. أنا بسأله الأقباط يوصل 5 مليون يوصل في مصر ولا في شبرا مصر؟ يعني انا عاوز اعرف يمكن يكون غلط في التعبير. هو يقصد ان الاقباط دول 5 مليون في مصر ولا في شبرا مصر؟ ده كلام يتقال في الايام اللي احنا فيها دي. طب عفوا يا فاتكم يا فندم، في هذه النقطه تحديدا، هل هناك حصر لدى الكنيسه وسيادتك بابا الكنيسه لعدد الاقباط في مصر؟ الدوله هي المسؤوله عن هذه الاحصائيات. انا يطلع بيانات كل محافظه، خدت بال حضرتك؟ وطبعا في قواعد احصائيه. يعني المواطنين في مصر بيتزايدوا بمناسبه 3% في السنة. لو خدت قاعدة أساس احسب على أساسها هتقدر تعرف الأرقام. لو قلنا 3% تقريبا يا فندم،
احنا في مصر المصريين بيتزايدوا بمعدل تقريبا من 2.8% ده الاحصاءات الاخيره اللي قريتها. يعني لو حطيت قاعده البيانات دي على هذا الاساس، شوف اخر احصاء اتعمل امتى وقالوا فيه 7 مليون، اعمل الزياده الاحصائيه على هذا الاساس. يبقى تقريبا كام يا فندم؟ نعم، يبقى تقريبا كام في تقدير سيادتك؟ دي بقى ترجع لها الرئيس، رئيس جهاز الاحصاء ارجع لها، ولازم المفروض يكون هو خبير في حساب التزايد السكاني. زائد ان يتقال في الوقت ده احصائيه زي كده، ايوه، يبقى الناس كل العالم هيقول ان النظام نجح في ان هو يخلي الاقباط يحبوا يسيبوا البلد. طب انا انا هسال سؤال يعني افتك يا فندم واسمح لي، انا احنا بنتكلم بقلب مفتوح جدا، وسيادتك يعني ما شاء الله بترد عليا برضه بصراحه مطلقه كعادتك دائما. ايوه كان دائما الاقباط يشعرون في مصر في ظل النظام السابق بالاضطهاد، هل ما زال هذا الشعور مسيطر على الاقباط في ظل الوضع الحالي؟ انزل الشارع سيادتك وشوف الحقيقه ايه. طبعا الاقباط حاسين ان هم متالمين متضايقين. النهارده بقول لك اهو، اذا كان بيجي يركب التاكسي بيركب، ما يركبش تاكسي، ده سميه ايه؟ يجي يقدم وظيفه ما ياخدش وظيفه، ده سميه سيادتك ايه؟ يعني حاجه عاوزه احنا بنقعد بالسنين ما ناخدش تصريح كنيسه، بناء كنيسه. النهارده في اقباط يجي يبني بيت، يهدوا له البيت تحت حجه انه بيبني كنيسه. النهارده انا عندي كذا واحد بيصرخوا بيبنوا، بيبقى عايز يبني عشان يعيش فيه هو واولاد، يروح يهدوه علشان ده بيتهمونه هو بيبني كنيسه. يبقى ده تسميه سيادتك. طب تعيين يا فندم مساعد لرئيس الجمهوريه، انا عاوز اعرف راي سيادتك، تسميه سيادتك ايه؟ لا طبعا يا فندم، لا طبعا انا موافق تماما. اذا يعني اذا في حاجه زي كده بتحدث في الشارع ده شيء خطا، لان العلاقه بين علاقه مصر علاقه نسيج واحد عمرها ابدا، يعني احنا نحترم ونجل رجال الدين الاسلامي ونحترم ونجل رجال الدين المسيحي، الاخوه الاقباط اشقاء لنا، يعني ده مش كلام اعلام، احنا اتربينا في بيوت زمايلنا في 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 في, في الديسك اللي احنا قاعدين جنبنا، وجيراننا في البيوت اقباط، فالشعور اللي موجود عند سيادتك انا الحقيقه انا حزين لوجود هذا الشعور. لكن خليني اسالك يا فندم، تعيين مساعد لرئيس الجمهوريه الدكتور سمير مرقص وهو رجل قبطي، ده ما اداش اي تطمينات بالنسبه للاخوه الاقباط في مصر؟ ما اداش تطمينات للكنيسه؟ بص سيادتك، دي أي. حاجه كويسه احنا قابلناها بشيء بقلب يعني مستريح. ايوه. لكن تفتكر سيادتك تعيين واحد في وسط عشرات التعيينات لا يعتبر تكافؤ فرص؟ معنى ذلك احنا دائما ماسكين احصائيات، هل تعتبر تكافؤ فرص؟ انا بترك الاجابه لسيادتك. احنا على علاقه طيبه بفضيله الامام الاكبر وبنتزاور، وانسان احنا بنعتز جدا بيه، وربنا يخليه للازهر والمصر ولينا كمان كويس. بنقعد انسان قلبه متسع، في عناصر في قيادات بنتفاهم معاه، لكن في مناخ لازم يعالج، لازم يعالج معالجه جذريه. طيب فيما يخص المناخ نيافتك يا فندم، انا اسف جدا للمقاطعه، هذا المناخ في جزء منه مسؤوليه رئاسه الجمهوريه والنظام الحاكم، في جزء منه مسؤوليه مجتمعيه. انا عايز سيادتك تقول لي اولا ما هي المسؤوليه او ما هو المنتظر من الرئيس الدكتور محمد مرسي ومن رئاسه الجمهوريه ومن الحكومه لاعطاء تطمينات حقيقيه للاقباط، وما هو المنتظر من المجتمع؟ انا هقول لسيادتك بصراحه، في بص في علاج سياسي في التصريحات، وده هي تكون فيها تصريحات مطمئنه، واحنا احيانا بنسمع تصريحات مطمئنه كثيرة، لكن جنبها ينبغي ان يكون في قرارات واضحه قدام المواطن، زي مثلا استصدار قرارات ببناء كنائس. النهارده احنا بقى لنا كم سنه ما طلعناش قرار واحد بكنيسه. لا سيادتك مش ده مؤشر؟ انا النهارده ما تاخذنيش الخطاب الدين، المساجد تحت اداره هيئه وزاره الاوقاف، الخطاب الديني وكان خطاب معتدل. المناهج الدينيه، المناهج المدرسيه تتراجع، لان في مناهج كثيره فيها اشياء لا تحض على المحبه والاخوه، لازم نراجعها بوضوح. فدي كلها اشياء
في ايدينا نعمل. عندي مسؤوليه رجل النكاح الاسيس في الكنيسه والشيخ في المسجد عليهم مسؤوليه كبيره. يعني احنا في عزلتنا في الكنائس بننبه التربيه الروح الوطنيه القوميه في مجتمعنا علشان نقدر نحل المشكله. احنا متعودين طول عمرنا اسر متحابه تتزاور بعضنا مع بعض. النهارده تلاقي بعض الفتاوي وما اكثرها الايام ديت فتاوي صعبه جدا. مش بتقرا ستك الفتاوي؟ فتاوي صعبه جدا. لازم يكون في انضباط في الفتاوي، ولا سيما ان احنا عندنا حوالي اكثر من 30%. زي ايه يا فندم الفتاوي ممكن تزعج سيادتك؟ يعني اللي يتعامل مع نصاني مش عارف يبقى ايه، واللي يقول ايه يبقى يتحط عليه حكم ايه ردتين. يعني انت عارف بقى سيادتك اللي بيتقلفك ده حتى بيطلع في الصحف. يعني فتاوي احنا عاوزين ننقي الخطاب الديني من كل بقى هو يثير الكراهيه بين الاديان. لازم يكون في محبه. طيب هل حصل اتصال بين نيافتك يا فندم وبين السيد الرئيس رئيس الجمهوريه دكتور محمد مرسي يا فندم؟ هل حصل اتصال لقاء خلال الفتره الماضيه؟ بخصوص موضوعات رفع والحاجات دي ولا حاجة؟ باي موضوعات يعني منذ ان تم انتخاب الرئيس؟ بعد احنا رحنا زرناه بعد تعيينه اننا وفد كنسي، وكانت في عده مناسبات عامه زي تخرج دفعات من كليه الشرطه والكليات العسكريه كنت ملتقي بسيادته. وكانت علاقات اللقاءات فيها محبه ود يعني، لكن ما كانش لقاءات ود، ما كانش لقاءات مناقشه مشاكل يعني. حضرتك راضي عن يعني ممثلين الكنيسه في لجنه تسهيل الدستور؟ نيافه الانبا بولا كان مشرفني هنا الاسبوع اللي فات. السؤال، هل حضرتك راضي عن الدستور فيما يخص او الوضع الاقباط فيه يا فندم؟ لغايه دلوقتي احنا بنناقش الموضوع وفي استجابه. انا بقول لغايه دلوقتي معرفش المتابع هيبقى ايه، لكن احنا بنتابع طبعا نيافه الانبا بولا والسيد المستشار منصف المستشار ادوار بعناصر مثقفه جدا وبتتابع الامر عن كثب وبتدخل في مناقشات كثيره، وكل المناقشات بتيجي في المجمع بنناقشها سوا وبينقلوا راي الكنيسه. فلغايه دلوقتي احنا متفقين حتى مع اخواتنا في الازهر على البنود المطروحه. ما نعرفش المستقبل هيتقال ايه. طيب انا بقول كده، هل في مطالب محدده؟ يعني هل حضرتك تنتظر ان تجد في الدستور الجديد شيء معين يطمئن الاقباط يعطيهم دفعه؟ انا يهمني الحقوق العاديه، انا مش عاوز الاقباط يبقوا مميزين. انا عاوز القط يحس ان هو مواطن في الوطن. انا عاوز يحس ان له كافه الحقوق كما عليه كافه الواجبات. احنا بنصر التزامنا بشرائعنا، امورنا الدينيه، اختيار رئاساتنا، موضوعات اللي فيها حاجات عقيديه زي مثلا موضوع الزكاه اللي هيفرض على النبط ليه؟ الزكاه ده فريضه اسلاميه. احنا عندنا ساعات يطلع مؤشر كده ان عاوزين يتدخلوا في اداره الكنائس او زي الموضوعات الداخليه. يعني احنا في حاجات أثيرت وقلنا رأينا ولغاية النهارده مأخوذ بالرأي. احنا منتظرين لجنة الصياغة، طبعا بنتابع لجنة الصياغة متابعة دقيقة جدا، لأن موضوع الصياغة ممكن يكون له تأثير كبير. فاحنا موضوع الصياغة ده هيكون عندما تصاغ مواد الدستور صياغة نهائية هيكون لنا رأي. هل هناك اي وعود من الدوله نيافتكم باصدار قانون بناء الكنائس؟ يعني انا اعرف ان هناك 50 كنيسه مغلقه. سمعنا كثيرا جدا، ولكن في الفتره الاخيره لم نتلقى قرارا جمهوريا واحدا حتى هذه اللحظه. نعم. طيب يعني احنا مثلا حول سيادتك، ايوه احنا يمكن جات لكم مشكله الضبعة، في بنت غايبه في الضبعة، خدت مع جات لكم خبر الحكايه ديت؟ لا انا لسه ما جاتليش هذه الاخبار الحقيقه. ايه اللي في الضبعة؟ فتاه في الضبعة غايب متغيب. ايوه اسمها ساره اسحاق، غايبه من امبارح. ايوه سنها 14 سنه، عندنا خبر انها ماشيه مع ولد.
كويس؟ أيوة. طبعا احنا مش عاوزين نصير مشكلة مع اهل الولد ده، عاوزين الموضوع يتحل. لكن البنت دي الابن يقدر يجيبها؟ لما يجيبها نسألها، ولا من سنة 14 سنة تعرف ايه في الحياة؟ لما الامن يتعاون معنا ويجيبها لنا، ننصحها يا بنت بتغيب عن بيت اهلك ليه؟ ممكن واحد يقول عاوزة تعتنق الاسلام مثلا، هل سن 14 سنة يدي الحق للانسان ان هو ياخذ قرار زي كده؟ كان في زمان حاجة اسمها لجنة النصح الديني. ايوه كويس؟ صحيح. اللجنة ده هي الغيت ايام الوزير الداخلية الاسبق. كويس؟ ايوه. والغاء اللجنة دي عاملة مشاكل كتير، يعني مشاكل كتير من اللي حصل في مصر بسبب الغاء اللجنة دي. احنا في ايدنا نرجع اللجنة دي، مش عاوزة قرار جرور، لا عاوزة قانون ولا قرار ده مجرد، لا عاوزة قانون ولا قرار جمهوري ولا حاجة، ده كان مجرد التصرف اداري من وزارة الداخلية. حبيب العدل لغاه، وكان هذا الالغاء سبب في مشكلات كثيره واجهت مصر. طب ما احنا في ايدنا نرجعه. لما يكون حد بيغيب بنجيب. انت حبيبي عاوز ايه؟ عاوز تعتنق الاسلام؟ سلام. عاوز تبقى مسيحا بالسلام ويبقى الموضوع يتحل. ده موضوع بنتكلم فيه بقى لنا دلوقتي عده سنوات. لا يحتاج الامر اكثر من امضاء من وزير الداخليه ان احنا رجعنا جلسات النصح مره اخرى. دي فيها مشكلة إيه ما عليك؟ ولا حاجة. يعني سيادتك شايف فيها مشكلة؟ لا خالص. ولا سيما أن هذا الأمر كان متبع قبل كده، كان موجود قبل كده. عشرات السنين. صحيح. وكان حل المشاكل كده. يعني تعرف ما عليك مشكلة الباب اللي حصل فيها دم دي كانت تتحل بالحكاية دي. نجيب البنت. نقول لها يا بنت أنت عاوزة تبقي إيه؟ أنا عاوزة مسلمة مع السلامة يا حبيبتي. عاوزة تبقي مسيحية روح لأهلك. الموضوع بسيط جدا. النهاردة راح كام إنسان بريء بين المسلمين والمسيحيين بسبب هذه الفتاة؟ فما ده موضوع كان يتحل بسهولة. ما عليك، أنا عاوز الـ 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 الإعلام المصري يكون ليه دور في حل مشكلات المجتمع. توعية إن إحنا لما نرجع جلسات النصح دي تحل مشكلة في المجتمع ونعيش في سلام. صحيح. لكم يا فندم أي ملاحظات على أداء الإعلام، السلبيات التي تروها نتقع من الإعلام المصري خلال الفترة، سواء أنا بتكلم على الإعلام بشكل عام صحافة وإعلام حكومي وخاص؟ هقول لسيادتك أنا ما عنديش وقت أشوف فضائيات كتير، لكن في يوم من الأيام أنا وقع بصري على أحد الفضائيات ولقيت اللي بيتكلم في الإعلام تعليقه الآتي: ليه الإخوة الأقباط بيزعلوا لما نسميهم كفار؟ فيها إيه؟ ده مجرد ده وصف توصيف، يعني هو عاوز يقنع المجتمع إن إحنا كفار وعيب، ما فيهاش حاجة إن إحنا اسمنا كفار. إن سيادتك تقبلها عليا كمسيح كصديق ليا، تقبلها على نفسك. ده نموذج الاعلام المصري. انا اولادنا لما يسمعوا كده طبعا بيتعبوا جدا. وبقى بيقولها ايه؟ فيها ايه ان احنا نسميهم كفار؟ هم واخدينها بحساسيه كبيره كده ليه؟ حد يقبل العباره دي معاليك؟ لا يا فندم طبعا. حد يقبلها؟ لا يا فندم. هذا الاعلام المصري. وقس على هذا كثيرا. طبعا انا في ناس عاقلين كبار يقول لك يعني صاهم، لكن في ناس طبعا صغيرين بيغلط. لو هو قدامه واحد، لو هو واحد قاعد جنب واحد مش مسيحي جنبيه، ممكن يتخانقوا سوا، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. انا عاوزك تنادي الاعلام المصري، الاعلام العربي، يكون رفقه بمصر، ترفقوا بمصر. يعني مصر دي وطن غالي علينا. انا ما اسمحش لحد يقول لواحد غير مسيحي انت كافر، ما اسمحلهوش مهما كان. في نفس الوقت ما بحبش ان ولد من ولادي يسمع العباره دي واحد يقول له انت كافر. ولما يقول ازاي رب كافر وانت واخدها بحساسيه كده ليه؟ يعني موضوع بسيط. ايه ده استخفاف بالعقول ده ولا ايه؟ هذا هو الاعلام المصري اللي انا بتكلم عنه. نعم. يمكن عايز اسال نيافتك يا فندم عن اخر الجديد في انتخابات البابا، ويعني كيف يعني اخر المستجدات في هذه العمليه ايه يا فندم؟ هو احنا المرحلة القادمة، احنا انتهينا امبارح من اجراء تلقي الطعون في المرشحين. طبعا كل واحد ليه ملحوظة على اي مرشح بيكتبها لنا للجنة الترشيحات. احنا من يوم احنا عندنا 3 ايام النهارده وبكره وبعده اعلنا عن صوم وقداسات صلاة علشان ربنا يرشد لجنة الترشيحات. ومن يوم الخميس ان شاء الله نبتدي ابحاث الطاعون، علشان احنا عندنا 17 مرشح
نختار 5 أو 7 كلهم رجال أتقياء وكلهم يعني مشهور ليهم، بس احنا بناخد أنسب العناصر اللي تفيد الوطن والكنيسة يعني، لكن كلهم ناس شخصيات فاضلة وكلهم محل احترام الكنيسة، لكن بشوف الظروف المختلفة اللي تخلينا نختار من 17 5 أو 7 مع محبتنا واحترامنا وتقديرنا لكل 17. من يا فندم ينظر في الطعون ويبت فدية الطعون؟ لجنة من فعلا ترشيحات 9 من الأسافة و9 من الأرخنة برئاسة قائد مقام. نعم. عموما أنا يعني أولا أنا بشكر جدا نيافتكم يعني إن خصتنا في 90 دقيقة بهذا الحوار الخاص بنا، شكرا جزيلا نيافة. الأنباء، لكن أطلب في النهاية رسالة من يعني من نيافتكم إلى الشعب المصري، رسالة إلى رئيس مصر وإلى الشعب المصري كيفما تريد، تفضل يا فندم. أنا بقول إحنا كلنا أبناء مصر، كلنا عشنا مع بعض 14 قرن، تحملنا مسؤولية هذا الوطن، عشنا في حلوة في مواقف الحلوة والمرة، وإحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. قواب الوطن يا المسيح والإسلام يعمل سيمفونية حب والتنوع يدي جمال. إحنا لما يكون كل واحد في موقعه يحب أخوه يحترم أخوه يساعد أخوه، أعتقد مصر هتبقى جنة ربنا على الأرض إن شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا نيافة الأنبا بخوميوس القائم مقام بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، شكرا جزيلا على هذا الانفراد الذي خصنا به اليوم في برنامج 90 دقيقة. من أجمل العبارات التي ممكن تسمعها من مسؤول كبير، ومش بس تسمعها لكن تصدقها كمان، العبارة اللي قالها النهاردة المستشار المحترم محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف. المستشار مكي قال: أنا جيت لموقعي وجايب الكرسي بتاعي معايا علشان كرسي المنصب ما يغيرنيش. المستشار مكي اتكلم بصراحة وشفافية في كل القضايا الساخنة والشائكة، وقال أن دستور مصر القادم لن يأتي بالمغالبة أو بسيطرة طيار على طيار، ووجه دعوة صريحة جدا لقيادات المعارضة وبالاسم للدكتور محمد البرادعي والأستاذ حمدين صباحي لحوار حول المواد المختلف عليها في الدستور. وقال المستشار مكي: إذا وافقوا على اللقاء أنا مستعد أقابلهم في اليوم التالي. ولما أنا كلمت المستشار محمود مكي عما يحدث في المحافظات من مظالم وإدارة سيئة لمشاكل الناس من بعض المحافظين الفاشلين اللي لازم يشملهم التغيير، قال إن الإصلاح والتغيير هيشمل كل مكان في مصر، وإن تحت إيده ملفات فساد كبيرة سوف يتم فتحها قريبا. وعلق نائب الرئيس على موجة التصريحات المعادية الأخيرة ضد حرية الصحافة والإعلام، وقال إنه لا انقلاب على حرية الرأي في مصر، وقال أن ضميره كقاضي لا يتحمل أي اعتداء أو انتقاص للحريات. وحسم المستشار محمود مكي الشائعات حول عودة مجلس الشعب المنحل بقرار رئاسي، وقال أن المجلس لن يعود بقرار، وأن الرئيس مرسي حساس جدا في استخدام سلطة التشريع، وأن كلمة القضاء هي العليا في مصر. وخلال اللقاء أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس محمد مرسي هيعلن بنفسه أواخر هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم في خطاب للأمة حصاد برنامج 100 يوم، وإيه اللي تنفذ من وعوده والمشاكل اللي بتعوق تنفيذ الوعود الباقية. معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ جمال مساء الخير. أهلا مساء الخير أستاذ عمرو. أهلا بيك. أولا إيه انطباعات حضرتك اللي خرجت بيها النهاردة من لقائنا مع السيد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي؟ والله زي ما حضرتك قلت في البداية إن فعلا هو شخصية محترمة جدا، أنا عن نفسي كنت سعيد جدا بهذا اللقاء. اللقاء في مجمله أنا شايف أنه بداية بين الإعلام وبين مؤسسة الرئاسة. الإعلام ومؤسسة الرئاسة في عهد النظام السابق كان غائب تماما، فمبادرة نائب رئيس الجمهورية بعقد لقاء مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والاتفاق على عقد لقاء دوري ما بين
مؤسسه الرئاسه المتمثله في نائب رئيس الجمهوريه ورؤساء التحرير الصحفي القوميه والحزبيه والخاصه. انا شايف ان ده امر مهم جدا في الفتره المقبله، وده اعتراف من مؤسسه الرئاسه بدور الصحافه المصريه ووسائل الاعلام المصريه. انا انطباعاتي عن المستشار محمود بيه امبكي نائب رئيس الجمهوريه انه كان صادق، تحدث معنا بمنتهى الشفافيه بمنتهى الديمقراطيه، وايضا نحن رؤساء تحرير الصحف القوميه والحزبيه والخاصه، وحضرتك كنت احد الزملاء، تحدثنا معه بمنتهى الامانه بمنتهى الشفافيه، والهدف واحد وهو مصلحه مصر. تحدثنا معه عن الاوضاع في سيناء، وحضرتك شاهد ان الجميع كان منزعج مما يحدث حاليا في سيناء من قطع طرق واختطاف سياح وتهجير اقباط. يعني تحدثنا، والحقيقه حضرتك ابرزت ده جدا في حوارك النهارده مع نائب الرئيس، يعني انت قد ايه كنت قلق جدا عما يدور في سيناء، ويعني وانطباعاتك وصلت بشكل واضح جدا لدينا كلنا كمان الحقيقه. بامانه ما يحدث استاذ عمر في سيناء للاسف الشديد لا يسر عدوا ولا حبيبا، يعني عندما يحدث تهجير للإخوة الأقباط، ويمكن المستشار محمود مكي قال هذا الكلام، قال إنني منزعج مما حدث في سيناء، وقال أن ما حدث في سيناء يعتبر فضيحة، ووصفوا بالعار أيضا، لأن بالفعل الجميع كلنا مصريين لابد أن نستنكر ما حدث في سيناء. المستشار محمود مكي أيضا كان صادقا، وكان تحدث بمنتهى الشفافية عندما قال أنه لا عودة لمجلس الشعب، وقال كمان حرفيا، ويمكن أنا ده منشط الرئيسي لجريدة الجمهورية باكر إن شاء الله، أن مجلس الشورى ملوش لازمة بوضعه الحالي، يعني قال أن مجلس الشورى بوضعه الحالي ملوش لازمة، وطالب إذا استمر مجلس الشورى لابد أن يتم تعديل نظامه الأساسي. طيب شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريده الجمهوريه. الحقيقه حوارنا النهارده مع نائب الرئيس كمان قال عناوين مهمه قوي. قال انه قريبا جدا سوف يتم الكشف عن قضايا فساد في داخل رئاسه الجمهوريه، وقال ان مظله الرقابه امتدت الى داخل رئاسه الجمهوريه. والحقيقه كلام السيد نائب رئيس الجمهوريه بيؤكد اننا في فتره جديده في زمن جديد، الرقابه تشمل جميع مؤسسات دوله بما فيها رئاسة الجمهورية الواضح جدا. كما أكد النهاردة نائب الرئيس أنه استلم اليوم رئيس جديد لجهاز الكسب غير المشروع مسؤولياته، يعني واضح تماما من كلام نائب الرئيس أن جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة القادمة سوف يقوم بفتح الكثير من الملفات المسكوت عنها، قضايا فساد يعني أتصور أنها سوف تكون كشفها مهم جدا للرأي العام، أسماء كبيرة جدا يعني يبدو أنها كانت في غيبة عن كشف عن الفساد سوف تظهر للرأي العام. أيضا الرقابة الإدارية أقول لكم أنها بدأت تتحرك بشكل قوي جدا، تحقيقات الرقابة بقت مستمرة، ما عندهمش أي يعني محاذير، تطال الجميع في سبيل الكشف عن الحقيقة والكشف عن الفساد والمفسدين وإعادة الأموال المنهوبة للدولة مرة أخرى. يعني ده كان جزء من مدار اليوم في حوارنا مع السيد المحترم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. النهارده عدد من نواب مجلس الشعب السابقين عملوا اجتماع في مقر المجلس لبحث الطرق اللي ممكن من خلالها يعود مجلس الشعب. نشوف التقرير ونرجع تاني. في تحد جديد لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، اجتمع عدد من نواب المجلس المنحل لبحث سبل عودة المجلس وشرعيته. الذي دعانا للحضور حكم المحكمة الدستورية العليا منعدم، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات والذي قضت به الدستورية العليا نفسها أن الذي يحدد كان كل سلطة، السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية ثلاث سلطات مستقلة وكلها على قدم المساواة، اللي هي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأنه يعني اللي يحدد اختصاصات كل سلطة وكيانها وبدايتها ونهايتها الدستور، بحيث يمنع اعتداء سلطة على أخرى حتى لا تجور سلطة على أخرى وتقضي عليه. المحكمة الدستورية خرجت عن اختصاصها وتآمرت على مجلس الشعب وهي لا تملك ذلك. احنا في حكم القانون في هذا انه واقع التعدي مادي، النواب ومن انتخبهم سوف يتصدون بكل قوة لانه مش من حقهم يلغونا. هو هذا الاجتماع ملخصه حنمشي في القضايا القضائية الى اخر لحظة، وحنطلب لقاء رئيس الجمهورية لتدخل في النزاع باعتباره رئيس الدولة والحكم بين السلطات. المهم اننا لن نسلم، بل بالعكس احنا نتمنى زوال المحكمة الدستورية العليا. غاية هذا الاجتماع الان تنعقد على اما تقييم حكم المحكمة الدستورية او الضغط على مؤسسة الرئاسة لعودة مجلس الشعب.
وفي الحالتين هو في منظور الدولة القانونية ليس مطلب صحيح. لما نقول انه مطلوب الان من السلطة السياسية او المؤسسة الرئاسة ان تعيد مجلس الشعب الان وقبل وبعد احكام المحاكم، يبقى بنقول علينا ان نغلب السياسة على فكرة الدولة القانونية، وهذا كلام خطير في المستقبل السياسي. صحيح ان حكم المحكمة الدستورية محل نظر، لكن يتناوله الفقه ويتناوله رجال القانون في المستقبل، ويحكم عليه التاريخ بواعثه وظروفه ومنطوقه، وعما إذا كانت المنطوق ولا الأسباب. يعني كل ده كلام قانوني يبحثه القانونيين ويقيمه التاريخ. المسألة الثانية أن هناك مسؤولية سياسية تنعقد على مصدر هذا القانون، خصوصا القانون صدر بقرار بقانون وليس من مؤسسة تشريعية. قبل أيام معدودة من خروج النص المبدئي لدستور مصر الجديد، يصر عدد من النواب على استعادة سلطة التشريع، رغم أنها ستنتقل تلقائيا لبرلمان جديد خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور. معنا على التليفون الأستاذ المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق. مساء الخير أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ الله يكرمك. إيه خطواتكم لعودة مجلس الشعب؟ يعني خلينا نلقي الضوء على حاجة مهمة جدا. تفضل. ينبغي إن الشعب كله يعيها. مصر النهاردة اقترضت من تركيا، وقبل كده في مشروع قرض من صندوق النقد الدولي، وقبل كده في قرض من قطر او وديعه من قطر. مصر حاله اقتصاديه معروفه عند كل مطلع او عنده درايه بالاقتصاد، ان احنا في وضع سيء، نحتاج من تراكم ارث الفساد الى نهضه، والنهضه محتاجه دعم مالي، ولسه الموارد ما انتجتش هذا الدعم المالي. دي نقطه. النقطه الثانيه، انتخابات مجلس الشعب تم تكلفه 1,600,000,000 جنيه عليها. دي نقطه ينبغي يضعها، ينبغي الكل مستمع ومشاهد في ذهنه. النقطة الثالثة، لا يمكن الاختلاف عند من يتتبع ما حدث مع مجلس الشعب أنه كانت توجد مؤامرة سياسية. أقول لحظة، من بداية من الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري ليس فيه نص يعطي الحق لأحد في حل مجلس الشعب مطلقا. النص اللي موجود يعطي المحكمة النقد النظر في صحة وبطلان الأعضاء. ففي بداية من الإعلان الدستوري هناك نوع من، يعني ممكن نقول، الكمين اللي تم إعداده في مسألة مجلس الشعب. دي نقطة. النقطة اللي بعد كده، لا يوجد في القانون وفي اختصاصات المحكمة الدستورية ولا محكمة القضاء الإداري ما يعطيها الحق في حل، هذا الكلمة، حل مجلس الشعب. ما أتحدى أي قانوني في مصر كلها أنه يوجد اختصاص للمحكمة الدستورية أو المحكمة القضاء الإداري في هذا اللفظ، حل مجلس الشعب. ليه ما فيش اختصاص؟ لأن كلمة الحل ده هنضيع المبدأ والقاعدة الكبيرة جدا في الديمقراطية والقاعدة الدستورية الكبيرة العظيمة قوي، اللي هي مبدأ الفصل بين السلطات. المحكمة الدستورية من اختصاص عدم دستورية القوانين، والقضاء الإداري بطلان أو كذا وقضاء إلغاء. لذلك حضرتك في دستور 71 هذه المسألة تم معالجتها دستوريا، وتم فيها سوابق دستورية 87 و90 المحكمة الدستورية حكمت ببطلان أو بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشعب. الحكم راح لرئيس الجمهورية بموجب ما كان في دستور 70، عرض الأمر على استفتاء الشعب بموجب الدستور، لأن لا يوجد نص في اختصاص المحكمة الدستورية أنها تصدر حكما بالحل ولا في القضاء الإداري. ما فيش حتى الآن، لو ما عدم وجود أي نص في الدستور عشان ذلك على الإعلان الدستوري، لكن ما فيش نص يعطيهم هذا النص الواضح، حل مجلس الشعب. دي مسألة. المسألة الأخرى، ان في ظل هذا الفراغ في السلطه بيعود الامر للسوابق القضائيه والدستوريه. يبقى الحل بيرجع للسلطه ورئيس الجمهوريه والشعب الذي انتخب هؤلاء. احنا امام مساله مهمه جدا. انا مش هتكلم عن المحكمه الدستوريه وما تم فيها، هتكلم في نقاط واضحه بسيطه جدا بين الجدل القانوني اللي اثار ولخبط الناس كلها. كل الناس تعلم حديث الدكتور الكفاتي في مجلس الشعب لما تكلم وقال ان الدكتور الجنزوري قال له امام الفريق سامي عنان ان حل المجلس موجود في الدرج. دي نقطه. الدكتور سيد البدوي منذ ايام في تصريح مهم جدا في احد القنوات قال ان سامي عنان بلغه قبل 4 ايام من حل المجلس ان المجلس هيتحل. هذه واضحه، بعيد عن الجدل القانوني في الدستوريه والقوانين وغير ذلك والتزام دوله القانون والدوله القانونيه. نحن امام سوابق ثابته ان قرار الحل كان معد مسبقا، وان هناك كان اعداد مسبق لهذا القرار سياسيا. دي نقطه.
لما نجد هذا الإعداد المسبق لهذا المجلس بهذا الطريق، ثم نجد القوى السياسية المتربصة في مسألة مجلس الشعب بعنوان واضح جدا، هذه القوى السياسية هل شككت في انتخابات مجلس الشعب؟ لم يشكك أحد في انتخابات مجلس الشعب. إذا مجلس الشعب وإرادة الناخبين التي تمت في التصويت واختيار النواب هي إرادة تمت بنزاهة وشفافية تامة. طب مشكلة القوى السياسية والدنيا إيه؟ مشكلتها أنها تراها فرصة لكي تظن أنها ممكن تغير من توازنات وتواجد وتركيبة القوى السياسية في مجلس الشعب اللي ادت للإخوان أغلبية وبالتالي هي مسيطرة على المشهد السياسي. ده ظن، وهم على هذا الظن يسيرون في مسألة هدم مؤسسات الدولة، هدم مجلس الشعب، هدم لجنة التأسيس، هدم كل شيء حتى يعودوا إلى النقطة صفر في الأول ويمشوا وراء الظن بتاعهم ويبنوا النظام السياسي كما يتخيلهم أنهم يستطيعوا أنهم يسحبوا أغلبية الإخوان من المشهد السياسي بإعادة تركيبه مرة أخرى كما يظنون. يبقى احنا أمام جزء منه بعيد عن المشكلة القانونية المحكمة الدستورية، ما بشكل من الصراع السياسي اللي أخذ بعد بعيد عن التأسيس استقرار النظام السياسي، احنا أمام صراع سياسي أخذ جزء من المجلس العسكري. وأنا دلوقتي بقول بكل وضوح إن المجلس العسكري متهم الأول فيما يعرفش مجلس الشعب الآن. طيب يعني استاذ ممدوح، رؤيه كلام حضرتك واضحه، وان كنت عايز اكد على نقطه قالها النهارده السيد نائب رئيس الجمهوريه في حوارنا مع استاذ ممدوح، قال ان الرئيس لن يعيد مجلس الشعب بقرار منه ابدا على الاطلاق، يعني وقال ان الجميع يستعد الان لاجراء الانتخابات القادمه. فلك تعقيب على كلام السيد نائب رئيس الجمهوريه؟ انا عايز اعقب على كلام نائب رئيس الجمهوريه. اتفضل. انا يعني جاري وراء هذا الكلام وانا بتمشى معاه جدلا، هل سيادته فق على مجلس الشعب؟ هل سوف يأخذ من القروض التي جاءت لنهضة وتنمية الشعب ويضعها في انتخابات مجلس الشعب؟ يعني أنا بسأل أين الأموال في انتخابات مجلس الشعب؟ ثم من المسؤول عن الضرر الذي أصاب أعضاء مجلس الشعب؟ أعضاء مجلس الشعب عايزين يرفعوا أعضاء تعويض على الدولة، أصابهم ضرر، هم غير مخطئين، خدوا الانتخابات وحصلوا. بقى كده كده أستاذ ممدوح المجلس هيقعد شهرين، مش في دستور هيتم الاستفتاء عليه، بعدها هيتعمل قانون جديد للانتخابات، بعدها هيتعمل انتخابات جديدة ولا ايه؟ انا مش بتكلم على شهرين ولا على يوم واحد، انا بتكلم دلوقتي على التصريح اللي بتتكلم من اين سوف تأتي الدولة. ونحن نعمل حقيقة ما يعانيه الشعب في كل مكان. الناس بتقن، الاطباء اللي هم فئة الناس بتنظر اليها، اللي دخل ابنه كلية طب يطلع طبيب النهارده عاملين اضراب، المعلمين المدرسين عاملين اضراب، قطاعات كبيره من الدوله بتشتكي عايزه زياده المرتبات، ناس ما بتاخدش مرتبات. بشكر جدا الاستاذ المحترم ممدوح اسماعيل المحامي عضو مجلس الشعب السابق. غدا سائقي النقل العام قرروا عمل اعتصام امام مقر هيئه النقل العام. معنا على التليفون الاستاذ طارق بحيري المتحدث باسم رابطه سائقي النقل العام. استاذ طارق مساء الخير. ازيك يا استاذ عمرو؟ الله يخليك. ايه اللي حصل وادى بيكم مره تانية الى الاعتصام غدا والاضراب عن العمل؟ والله انا بشكرك الاول لتدخلك المباشر ساعه ما كان مقبوض عليا، وبشكر المهندسه منى انها تعاونت في الافراج يعني، ويا ريت الكلمه تكون موجهه للمهندسه منى، لان احنا تم تعليق الاضراب بعد خروجي بخمس ايام. تم تعليق الاضراب لان حصل ان احنا معانا حصل تفاوض على ان الوجبة تبقى 300 جنيه موحدة، واتفقوا معنا كمان على ان المهندسة منى هتجيب يوميا اعتباري، الناس هتسددهم اجازات مفيش مشكلة، لكن عشان حوافز عيد الاضحى وهي طبعا ام لكل العاملين فالمفروض ان هي تساعدهم في حوافزهم. وفي نفس التوقيت كان المفروض المهندسة منى يعني تعامل الناس معاملة أفضل من كده في الفترة الأخيرة بعد تعليق الإضراب، ولكن أنا أرى أن هناك بعض التجاوز مما أدى إلى خروج بعض الأتوبيسات غدا من كان المفروض من الثلاث جراشات هيروحوا للمهندسة منى على الإدارة، كان عايزين يروحوا للاتحادية، إحنا رفضنا وقلنا لأ بيتنا أولى بينا نروح للمهندسة منى نتكلم معاها، وبالتحاور والتشاور مع بعض الجراشات جراش المظلات هنكتفي بس بعدد قليل جدا لتوضيح الصورة، لا اعتصام ولا اضراب، العجل شغال ما فيش مشكلة. ولكن بنقول للمهندسة منى بما انك انت الصدر الحنين لكل العمال واحنا بنعزك معزة خاصة غير ان حضرتك رئيس هيئة من زمن معانا، بنقول يا ريت نقف مع العمال في وقفتهم بكره ان احنا نتقابل معاهم ونتفاوض ونوصل لحلول تؤدي الى ان الناس تصرف فلوس
نسخة كاملة على العيد، لأن حضرتك برضو قلتوا إن هو هيصرفوا المكافأة العشر أيام. كل الكلام ده إحنا بناخد يا أستاذ عم، كل اللي بناخده بناخده على الورق. فعلي مفيش. من أنا رئيس الوفد المفاوض مع الحكومات المتعاقبة، من الدكتور شرف للدكتور جنزوري للدكتور أنديل، وبنخش نتفاوض بيقروا بالمشروعية، ولكن على الورق بيتم الصرف، لكن على الواقع مفيش مليم دخل جيوب العمال. احنا عايزين نعترف ان الناس كلها، واحنا كمصريين بنتحمل المسؤولية مع الجمهورية الجديدة والرئيس مرسي، بنتحمل المسؤولية مع مجلس الشعب المنحل. قعدنا تفاوضنا مع عدة وزراء، قعدنا في مجلس الشورى وتوصلنا لحلول ان هم هينشئوا لنا جهاز اللي بيه نستقل من المحافظة. احنا عايزين نبني مصرنا، ولكن قدمنا كمان ملف محترم جدا للدكتور مرسي عن طريق الدكتور محمد صادق سراج. رجاء الوحيد ان احنا ممكن، الاول كانت الاضرابات بتعمل اضراب ومنتظر النتيجة. الجديد النهاردة في هيئة النقل العام ان انت بتعمل الاضراب سلمي معاك نتيجة الحلول، بتدي حل واثنين وثلاثة والصالح يتم الموافقة عليه. وبعدين العجب ان هم صوروا للناس ان احنا عايزين مطالب مالية، لا احنا عايزين مطلب اداري استقلال عن المحافظة، وهم اللي اشاروا علينا بانشاء جهاز. الجهاز ده هيفيد البلد كلها، مش هيفيد مواطن القرى الكبرى بس. احنا كعمال نقل عام نقدر نبني هيئتنا، ولكن القرار الاداري مش في ايدينا. انشاء الجهاز ده موجود عند الدكتور انديل، اما نقل التبعية قرار جمهوري عند الدكتور مرسي. الدكتور مرسي نقل الهيئة العامة للاستعلانات بوزارة الاعلام لرئاسة الجمهورية بقرار جمهوري. احنا اذا كان ده في استحالة، وكلمة استحالة مستحدثة، لكن احنا بنقول خلاص انشاء الجهاز هيحل مشكلة النقل العام من جذورها. احنا الماديات تحت اي مظلة هناخد تحتها ماديات، لكن احنا عايزين ننهض بمرفق يخلي المواطن المصري يركن عربيته، يوفر للبنزين، يوفر للسولار، يوفر للغاز، ويركب عربية محترمة في هيئة النقل العام بأجرة زايدة جنيه 8 تذكرة، بالتالي هخف الزحام داخل القرى الكبرى. وكيل النيابة هيرجع يركب معايا ثاني زي الأول، الإعلاميين كانوا بيركبوا معنا زي الأول. هنقدر لأن المواصلة الوحيدة اللي فيها مواعيد قيام ووصول هي النقل العام، فاحنا عايزين أسطول محترم يقدر يؤدي الخدمة للمواطن، وفي نفس الوقت يوفر سولار، يوفر بنزين، يوفر غاز، يوفر سيارات يتم استهلاكها عمال على بطال داخل القرى الكبرى. الكلام ده كله مؤمن احنا نقدر نعمل ده، ولكن بإدارة فنية مش بإدارة إدارية، لأن هيئة النقل العام 40,000 عامل فيهم 3,000 إداري و37,000 عامل فني، فما ينفعش الإداري وممثل في محافظة القاهرة يدير 40,000 عامل بأربع تلاف أوتوبيس يا عمرو بيه. حاجة كمان الناس مش واخدة بالها منها، إحنا عندنا 4,000 سيارة، دي قوة الهيئة، والتعيين بيتم على 4,000 سيارة درجات، اللي شغال منهم 2,000 سيارة، فما ينفعش أشتغل بنصف قوتي وأصرف على قوتي كاملة، تبقى أجيب دخل منين؟ وبالتالي بيبان ان الهيئة بتخسر. لكن لو انت وفرت لي الـ2000 سيارة اللي عندي عجز فيهم، هقدر اصرف فعلا على المنشأة بتاعتي وعلى سواقيني وعلى كمسريتي. العجب كمان ان عندنا شركة مصر الجديدة وسكان التعمير اللي هو مترو مصر الجديدة، لما خسر ضموه على الهيئة. شركة اتوبيس الكرة الكبرى لما خسرت ضموه على الهيئة. طب الهيئة تصرف منين وعلى مين؟ لازم نتساعد فنيا واداريا في الاستقلال عن المحافظه. هي دي القضيه ان احنا مش ماليات، ما نطلعت المحافظه ممكن اطلب ماليات وهاخد، على وضع الحالي هاخد ماليات وهخلص المشكله. المشكله مش ماليات، الناس فاهمه غلط. احنا عايزين ننهض بمرفق النقل العام ونعيده كما كان، الكبير والصغير يستخدمه، مركبه محترمه، كرسي محترم، عربيه جاهزه، مش الراكب يطلع معايا يقطع التذكره بجنيه وبعد محطه يعطل يقوم راكب عربيه ثانيه بجنيه ثاني وبعدين يتأخر، وبعدين العربية اللي عطلت دي ممكن أبعت العربية البريك داون تروح تاخدها عشان تدخلها الجراج تعطل أخرى. إذا أنا عايز أنهض بالمرفق، لما أعطل في مدخل نفق أو أعطل في مطلع كوبري سدينا الشارع ورانا وعملنا زحمة، لكن لو العربية بسم الله ما شاء الله كويسة هقدر أسير الطريق إيجابيا، المواطن هيوصل في ميعاده، هيعمل كانوا زمان بيبصوا في البلكونة كده فاضل دقيقتين على الأتوبيس يقوم نازل واخده من على المحطة، بالظبط دقيقتين يلاقي الأتوبيس جه وهو مروح عارف ان الساعه 3 هيبقى قاعد مع مراته وبيته مستني الغداء. كان اتوبيس النقل العام مواصله محترم. عايزين نرجع ده يا عمرو بيه، احنا عايزين ننهض ببلدنا. احنا قدمنا الحل، يا ريت الحل يتعمل بيه، احنا مش ضد، احنا مع. انا فاهم تماما من وجهه نظرك استاذ طارق، ويعني واتمنى ان
ان يكون في حلول. يعني انا عارف ان في حلول سريعه ممكن جدا رئيس. هو على فكره عمرو بيه انا بعتذر لمقاطعه حضرتك. أيوه. هي الوقفه بكره ما فيش اضرابات، ما فيش اعتصامات. تمام. الجماعه الثلاث جراشات اللي هم كانوا عندهم وعلى فكره عمرو بيه والله العظيم خد الكلام ده من طارق رئيس الوفد المفاوض والمتحدث الرسمي، احنا ضد الاضرابات، احنا لو عايزين نعمله كل كان اتعمل، بس في مجلس الشعب الاخير مع المهندس صبري عامر المحترم واللجنه ومحمود دي عامر والتسجيل معانا ومتصور صوته وصوره، احنا اتفقنا يا جماعه لو كان في اضراب يا ريت يبقى جزئي، مش عايزين كل لان بيشل حركه المرور، فاحنا نفذنا الكلام وعملناه، احنا ضد الاضرابات لكن عايزين الناس تسمع بصوتنا لاحياء مرفق النقل العام. فبكره ما فيش اضرابات، ما فيش اعتصامات، كراسي المظلات هيتنقل هيروح بعدد قليل جدا من يعني العربية. الطلبه هيروحوا بكره الجامعه عادي يا استاذ طارق، والمدارس شغاله تمام، ما فيش مشاكل بكره ان شاء الله. لا لا لا، هيئه النقل العام شغاله بكامل قوتها. تمام. اللي هيروح للمهندسه منى عدد قليل جدا من العمال والباصات للكلام معاها، مش للاضرابات او الاعتصامات، عشان صوتهم يبقى واصل لرئيس مجلس. وانا بناشد المهندسه منى انها برضو يعني تبقى فعلا يعني تتلقى كلامكم وتقعد معاك وتسمعكم وتصل الى حلول ان شاء الله باذن الله. ومن الشخصيات المحترمه جدا وبنتعامل معاها وهي بتقبلنا على فكره، واحنا قابلينها وما فيش اخطاء مباشره بيننا وبينها، ولكن هي مقيده الايدي برضو، هتجيب منين؟ ما هتعمل ايه؟ صحيح. ما هتجيب منين هي اخرى؟ ما احنا لامسين الوضع، احنا لامسين الوضع، هي جزاها الله خير بتأدي في حدود المستطاع. شكرا جزيلا استاذ طارق البحيري المتحدث الرسمي باسم ائتلاف سائقي او العاملين بالنقل العام. نطلع فاصل اعلاني ونرجع نكمل فقرات 90 دقيقه.